بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأعزاء، الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أرحب بكم باسم شعب كردستان وباسمي شخصيا أجمل ترحيب، متمنيا لكم طيب الإقامة في أربيل، وأرجو لمؤتمركم النجاح في أعمالكم. ينعقد هذا المؤتمر في أربيل في ظرف حساس جدا، سواء بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط أو بالنسبة للعراق، ولا عجب أن يكرر التاريخ نفسه. ففي عام 1966 في مثل هذا اليوم شن النظام العراقي في ذلك الوقت هجوما شرسا على كردستان، استخدم ما يملك من أسلحة وإمكانيات، فانبرى له مناضلون من العرب والكرد وامتزجت دماؤهم في خندق واحد في جبال حوض رواندوس، وأخص بالذكر منهم مناضلو الحزب الشيوعي العراقي. في مثل هذا اليوم دارت معركة ضارية في حوض رواندوس، والنتيجة كانت بالرغم من كل ما كان يمتلكه الجيش العراقي من إمكانيات، كانت الهزيمة نصيبه والنصر نصيب الشعب الكردي والشعب العراقي ونصيب المناضلين من العرب والكرد. واليوم نشاهد ونسمع أن هناك أصوات ترتفع بين الحين والآخر عندما يريد أن يثبت وطنيته أو عروبيته، يأتي ليهاجم كردستان ويظهر العداء للشعب الكردي. فها أنتم الآن في أربيل تتصدون لهذه المحاولات الشوفينية البائسة. إننا نتعرض لحملة ظالمة، ومع الأسف الشديد يبدو أنه لحد هذا اليوم مأساة الشعب الكردي غير مفهومة لدى الكثير من أبناء الأمة العربية في الشارع العربي. لازلنا نبحث عن رفات 180 ألف إنسان كردي، أكثرهم من النساء والأطفال، دفنوا في مقابر جماعية في صحاري جنوب العراق. مع ذلك اختار الشعب الكردي من خلال برلمانه البقاء ضمن العراق. ولكن أي عراق؟ عراق ديمقراطي فدرالي تعددي. إننا نعقد أمالاً كبيرة على أقلامكم أيها السادة الكرام لكي تدافعوا عن الحقيقة، وإننا نطالبكم بتنبيهنا عندما تلاحظون أي خطأ من جانبنا، لكن ندعوكم في الوقت نفسه أن تدافعوا عن قضية الشعب الكردي. وهذا مؤتمركم يحمل هذا العنوان، المؤتمر الأول للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية، وما أجمل هذا الشعار. استراتيجيتنا واضحة ولن نحيد عنها أبدا، وهي إننا نواجه الانتقام بالتسامح.
نفضل لغة الحوار على لغة السلاح والتهديد. إننا لا نخاف الطائرات، لم نخشى طائرات الميك والميراج، ولن نخشى طائرات الـ F-16. لكننا نخشى أن تعود تلك الثقافة التي تعتقد أن لغة الطائرة والدبابة والمدفع هي لغة حل المشاكل. إننا نخشى أن تراق دماء العراقيين مرة أخرى. خشيتنا من إراقة الدماء البريئة للأخ العراقي، وليس من طائرات F-16 أو ميك أو ميراج. إننا نعمل بكل ما لدينا من إمكانية من أجل تعزيز الأخوة العربية الكردية. والأخوة العربية الكردية التركمانية الآشورية الكلدانية، وستبقى كردستان قلعة للديمقراطية ونموذجا للتعايش القومي والديني والمذهبي، مهما حاول الآخرون أن يستدرجونا إلى مواقع غير هذا الموقع. أيها السادة والسيدات، كونوا على ثقة بأنه ليس هناك أي تهديد لوحدة العراق غير الدكتاتورية. سنسلك كل الطرق، سنبذل كل المحاولات، سنبذل كل جهد من أجل حل المشاكل بطرق أخوية ديمقراطية وبلغة الحوار. لكن أؤكد لكم وأؤكد لكل من يعنيه الأمر بأننا لن نقبل العيش تحت ظل الدكتاتورية مهما كلفنا الثمن. هذا العصر هو عصر الشعوب، لا يمكن لأي حاكم أن يقف ضد إرادة شعبه. وللأمة الكردية حق مشروع في تقرير مصيره بنفسه. دعوتنا للآخرين أن لا يسلبوا منا هذا الحق. الشعوب هي بالنتيجة تحدد مصيرها. أن أختتم كلمتي بشعاركم هنا: الحريات الديمقراطية والحياة المدنية الدستورية واحترام حق تقرير المصير للشعوب، ضمانات للتآخي القومي والعيش المشترك في منطقة الشرق الأوسط. مرة أخرى أرحب بكم أجمل ترحيب، وأتمنى لكم طيب الإقامة، وأرجو النجاح لمؤتمركم، والسلام عليكم.